النمونيه هو المكان اللي يحدد مصير المتسابق، يعني نقول له انت برايم وممكن تغادر الاسبوع هذا، او نقول له مبروك انت خارج دائرة الخطر. مصيول جبت لك اثنين يا مصيول. ما عاد بيهم. اقول قلها يا وليد، اخاف اجرحها. تكفي وليد، اخاف تنجرح. انت خشيت مرحلة الخطر وانت اليوم نوميني هربيع. عيش البرايم. كل اسبوع فيه متسابق واحد راح يغادر المنافسة ويرحل من القرية. طفات القدر يا شمعتي، حزين وحزني بوجهي كثير ولا جبر ساقي. انا اقول عبد الله ما عاد ابي اشوفك في البرايم. الله ارفع لك هذا. بكل حب نستودع الله سبحانه وتعالى النجم نايف الخضيري، لانه اخوي. فالك التوفيق، جعلني في داعي، جعلها بداية من المزروع. اسمع من الشباب احبوي الكلام، خلونا اتكلم، بقول حاجة بخاطري يا الربع وبخلصها. صلوا على النبي يا الربع. نايف صل على النبي. اول حاجة انت نجم، اطلع من هذا الباب ورافع راسك. بكل حب نستودع الله سبحانه وتعالى النجم باسم الجابري. ما كنت اتمنى ان باسم يخرج في البرايم الثاني، لان عنده مخزون وكان بيقدم اكثر، وباسم بالنسبة لي مثل الاخ. بكل حب نستودع الله سبحانه وتعالى النجم الأنيق يونس الخالدي. يونس والله فقدت سوالفي وطقطقتي معه، خصوصا اللي تكون بعد نهاية البث.